الشبيبة كانت تستحق نقطة، والمولودية كانت تستحق نقطة، والفريقين كل واحد كان يحافظ على مرمى. فقط هذا ما أقوله. الفريق احنا ما خطرناش في الهجوم، وهما ما خطروش في الهجوم، لكن نقول نستحق نقطة وهم يستحقون نقطة. مبروك عليهم ومبروك علينا. ونظن المولودية في آخر خمس جولات حصلت على في آخر ست جولات حصلت على 11 نقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. نظن اللي وجدت أخي الكريم صحيح، أنا جيت من أجل هذه المهمة، ولقيت الوضعية تاع الفريق ما يخفاش على أي واحد أنها كانت وضعية كارثية. خدمنا بنيتنا وهزينا مسؤولية في الوقت اللي كثير لربما قالوا لنا يعني حكموا علينا بالفشل قبل البداية، يعني حتى من لاعبين دوليين ومن محللين ومن مدربين ومن العاملين في كرة القدم. ولكن نساو أن كرة القدم كل شيء ممكن، ونساو أن هذا الابن البار للجزائر هو مدرب إيطالي جاء ويرفع التحدي، وقع التحدي في سطيف، واليوم نرفع التحدي كذلك في المولودية. كنت عارف باللي المولودية بالزاد اللي عندها بإذن الله يعني تقدر تقعد في القسم الأول، وزيادة على ذلك تأهل دور المجموعات. نظن هذا بونيس من عندي إن شاء الله. المولودية راهي من ثمانية أحسن فرق في إفريقيا بغض النظر على مستواها أو المرتبة اللي خلصت بها في هذا البطولة هذه. أنا جد سعيد لأني ما وعدت به، خاصة الأنصار، لأننا نتعامل مباشرة مع الأنصار. يعني هو الأنصار هما اللي يتعبوا، هما اللي يشقاوا، هما اللي يقلقوا، هما اللي يتعذبوا، هما كل شيء. الأنصار هما اللي يساعدوني في هذه المهام. هذا طلبت منهم في أول ربما أول في التحضير، أول ما وصلت في أول تدريب طلبت منهم أن المباريات تاعي تكون مغلوقة سواء بهم أو الصحافة أو المسيرين نفسهم، يعني تكون مغلوقة، ويعني وافقوني وشاطروني الرأي وعطوني هذه الفرصة هذه. الحمد لله أنا اليوم كثر خيرهم لأنهم ساعدوني بزاف الأنصار، وهذه نهديها لهم اليوم. الحمد لله اليوم المولودية راهي بين حظيرة الكبار وبين ثمانية الأحسن فرق في إفريقيا. هذا نظن الحمد لله على هذا الإنجاز. هذا كيف تقيم مستوى البطولة 2010-2011 فيها؟ والله يا أخي في نظري أنا وفي وجهة نظري أنا، واحترم وجهة نظر أي إنسان، لم نتقدم شيء على ما كان عليه في السابق. أعتقد أن الاحتراف علينا أن نسير بخطى ثابتة، وعلينا أن ننتظر، وعلينا أن نخلص النية في العمل في الاحتراف. الاحتراف ثقافة، وثقافة تكتسب عبر الوقت، ونحن نحتاج إلى هذا الوقت. نتمنى الآن عين رئيس، كان رئيس نادي عين على رأس الرابطة، أعتقد أنه يعلم جيدا مشاكل هذه البطولة، فعليه فقط أن يعمل لمصلحة الكرة الجزائرية، وهو يعلم جيدا أين هي المشاكل وأين هو الخلل. سيد نور الدين سكري، لما تقول نسبة إلى السابق، هل أن اليد يرد أن يقال على المستوى؟ تكلم عن المستوى الفني، لا تكلم عن شيء آخر. أنا أتكلم عن المستوى الفني، هل أن هناك تدني بنسبة إلى ما سابقا؟ أعتقد نفس المستوى، ونسميها فقط بطولة احتراف، فقط هناك تسمية، ولكن المستوى الفني أعتقد نفس المستوى. لما ما عدا بعض الفرق لربما اللي ضيعت مستواها، وهذا نظرا لبرمجتها او نظرا لسياستها المؤخره، كوفاق سطيف اعتقد هو الافضل من يملك مجموعه من اللاعبين، وكان بامكانه ان يلعب دور كبير. بجايه نظن خلصت في المرتبه الثانيه وتستحق، ولربما بجايه كذلك عندها فريق بامكانه كذلك الفوز بالبطوله. وهني الشلاف يعني دار بطوله مشرفه ودار اللي عليه على كل حال. ونظن الفرق الاخرى كانت متوسطه على العموم، وبعض الفرق يعني غادرت لربما لبعض المشاكل، هي كانت عندها لربما مشاكل اكثر لان غادرت، ولكن لم تغادر لمستواها الفني. بالنسبه لفريق المولوديه السنه الفايته فاز بالبطوله، وهذه السنه يلعب على سقوط. يا اخي تفادى السقوط في اخر جوله من البطوله. في بعض الاحيان علينا ان ننظر الى البرمجه، والى لان اذا ما كانش هناك تخطيط لربما تقع في مشاكل مثل هذه المشاكل. المولوديه ضيعت
بعض اللاعبين اللي كانوا يصنعوا الفارق في السنة الماضية، من بينها أبو مشرى، من بينها أبو قاش، من بينها يعني إصابة دراك. هذو اللاعبين اللي كانوا يسجلوا المولودية هذا الموسم، نظن خاصة في حضوري لعبت الدور الثاني لعبته جيد، كانت الأفضل دائما من جانب الفني على المستوى، كانت تضيع أهداف كثيرة لأن ما عندهاش لاعبين من حس التهديف كأبو مشرى وكدراك وكأبو قاش كذلك. هذا اللي خلى المولودية لربما تنزل هذا المستوى. طبعا أحيانا كذلك التحضير، كذلك التحضير عنده سلبياته، لأن الطاقم السابق كانت عنده 4 تربصات ولكن لم تفيد شيء، ذكري لم يكن له ولو وقت واحد. كنا نعمل، هذا دليل على أننا قمنا بعمل كبير، أنا رفقة ماضي رفقة كل الجهاز الفني. ذكري يطلب شيء واحد فقط، يطلب أن يقيم من ناحية عمله وليس من ناحية لسانه، لأننا لو قيمنا مورينيو من ناحية لسانه فلن نعطي له فريق في أي فريق. مورينيو درب ريال مدريد ودرب إنتر ودرب تشيلسي، أغنى مدرب على وجه الأرض. لماذا؟ لسانه، لا لعمله. أريد زكري أن يقيم لعمله، لو قيم زكري في الجزائر لعمله سترون العجب العجاب. اليوم قلت اللي ربما راح فيه كلام كثير على انسحاب من عربية الفنية، ليس هناك أي كلام، ليس هناك أي كلام إلا بعد ما أجتمع مع الإدارة غدا وسنقرر جميعا ماذا سنفعل. المدرب زكري، في حال بقاء تاعك مع فريق المولودية، كيف راح يكون الاستعداد لرابطة الأبطال الإفريقية، وخاصة أنه الأسبوع المقبل راح تكون بداية الجولة الأولى، مع ونعلم أنه يقال أنه عدة هناك فيه ذهاب عدة لاعبين مع عملية الاستقدام. أخي الكريم، لا أخفي عليك حزني على هذا الفريق من هذه الناحية وخاصة في هذه البطولة. كنا نود ترسيخ أولا عقود الركائز هذا الفريق الذي يعني أهلوا هذا الفريق لهذا الدور، وفي المركز الثاني كنا نريد استخدامات نوعية، كانت لدينا بعض اللاعبين سواء في الجزائر أو خارج الجزائر بنوعية، لكن المشاكل التي يمر بها الفريق لربما مؤخرا لم نقدر على ترسيخ سواء من اللاعبين الركائز من ناحية تثبيتهم، ضيعنا مدبوثة وبالأمس ضيعنا مقداد، نظن هذا من زوج اللاعبين اللي يسجلوا أهداف في هذا وصنعوا نوع المال فارق في الفريق، ضيعناهم. يا أخي نقول لك أنا يعني قليلا متشائم لهذا الوضع، لأننا على أسبوع بمباراة كبيرة جدا مع منافس كبير وكبير جدا وهو الترجي التونسي، أعتقد أننا لم نحضر شيء من هذا القبيل. سأجلس مع الإدارة في يوم الغد وسننظر إن شاء الله في هذه المسألة، ونتمنى التوفيق سواء كنت على رأس الفريق أو لم أكن على رأس الفريق، نتمنى إن شاء الله التوفيق للمولودية والإعصار المولودية. جنرال مجلس كتاب في البرميرة، مي العام هذا يا مش نقول واحد ينسى خير، وواحد يخمم في لافونير، إن شاء الله تكون في آخر إن شاء الله. لافونير مصر مع شمية القبائل كأس إفريقيا، كأس الاتحاد الإفريقي. ما عندناش الوقت بزاف، ما يخفلكش بلي راح نلعبوا ماتش بروشا ماتش السايس في المغرب. عندنا بوكو دو سيت، عندنا 3 بلاصات سسبوندو، عندنا 4 راح نلعبوا كيما سون ميليغا، عندنا واحد ديما مونيتير. وثاني كاين بلوس دو ليبيري، دونك كيما نقول لك بقاو 7 جوار برك 7 ليسونس من العام اللي فات. دونك هادي نوفو مازال ما عرفش الكونديسيون فيزيك ديالهم كيفاش راها. كاين 7 نوفو ولا 6 نوفو ولكن 6 ليسونس. دونك بروشان ماتش كيما نقول لك ماتش كتخدع 14-15 جوار، دونك كاين كونديسيون فيزيك مقطع قبيله. هل الجوار هذا ما على باليش اسكي سون توب ولا كانوا حابسين؟ والجوار هذا شكون هما؟ تحدث سمعنا زياد، سمعنا هذا كاع سون كاليفي، ما يخفالكش بلي كيما زياد وكامارا ثاني اللي تاع لاغي، دي جوار دو بات ناسيونال اوسي كانوا ميزون جون دي دو، يا اسامي اوسي ثاني ساني ميغيل ثاني اللي على لاغي، لو سول اللي راه يلعب سي بومبيس حنيفه ثاني كيلعب لاغي. On a, je me crois que tu es dans un moment un peu délicat de la Coupe d'Afrique. وشوف يعني فيها اسبوع تاع جيسكا بوزيتيف، دونك حنا ما واحد ما يديرهاش اوبجيكتيف، ما ديرش لا بريزون على عمرو، ما كنمش انا على نفسي، دونك اون فا جوي ماتش بار ماتش ونكتبها ربي مرحبا بها. الاوبجيكتيف توجور سي الشامبيون، والباقي على يد الله. سيد بوزاد اونتامي لا بروشين جورني لو بروميير ماتش دو لا بروميير جورني دو لا كاف. وي. Là, on va l'entamer
avec 7 joueurs de l'ancienne équipe. Il ne faut pas oublier, on a 3 suspendus, on a 4 joueurs qui sont en équipe militaire, avec tous les départs qu'il y a, donc ça va être un peu trop juste. Quoi, pour ça. Est-ce que vous êtes satisfait de l'opération recrutement? On verra, oui, il n'y a pas de souci, donc je fais confiance. Donc, quand je suis arrivé, il y avait le recrutement qui a été fait, on a maintenu, donc il y a de bons joueurs, il y a des joueurs qui veulent confirmer, qui veulent avoir un autre statut, donc on verra dans l'avenir. J'espère qu'ils vont donner satisfaction. Déjà, on a lu sur le site de la Ligue ce matin qu'ils ont réaffirmé une autre fois que les entraîneurs qui ne possèdent pas de licence CAF. C'est pas grave. C'est pas un souci. C'est pas un souci. L'essentiel, c'est d'entraîner le club et d'être. Est-ce que je sais, c'est pas interdit d'entraîner? Oui. Vous n'allez pas coacher, vous n'allez pas être présent ça, sur c'est le. C'est un problème. Voilà. C'est un très bon problème, pas de souci. Deuxième question, c'est par rapport à la préparation de l'équipe. Est-ce que vous maintenez le stage à Alger ou bien vous changez de programme? Est-ce que vous allez rester à Tizi Ouzou? On a fixé le programme, on va le faire à Alger pour 2 jours. Après, on part le 13 au Maroc. Et on revient le 17, après on verra comment on va faire. Pour le moment, on n'a pas le choix. Vous allez sans doute préparer le deuxième match de la Coupe de la CAF qui est dans 15 jours. Chacun joue en juin. Jusqu'au 17 septembre. On n'aura pas le temps de bouger. Ou de préférence, on a trouvé un site à Alger. On va continuer sur ce site interne. Troisième et dernière question, c'est concernant votre contrat. Vous l'avez signé, c'est bon, ou vous avez encore un bouton? J'ai un contrat moral. Ça, c'est normal, c'est pour quand? 10. Ça m'étonne toujours. Le 2, exact. Chim Nawaido, il a avec moi, mais je ne vais pas. كل حال كل واحد على باله علاش شبيبه القبائل لعبنا الباطل لا بروغراماسيون ذبحونا حنا نمثلوا الجزائر وهما بريباراو لو كو باش طلبت باش نلعب اليوم 2 جوان مع سعيده ما حبوش باش نربحوا المقابله ما حبوش لازم يكسرونا والحمد لله يعني ما في غير الخير ربي ما في غير الخير لو كان مازال جوج مقابلات حنا نهبطوا ما داروش الحساب يعني كيفاش يهبطونا ولكن كان ربي حنا شبه القبائل حنا فريق اللي يمثل الجزائر ورب العالمين ما حبش الخساره هاي يعني والله سيزون كاع كيفاش تقيمها لا سيزون سي لا بلو كاتاستروفيك تاع الشباب مثل القبائل في الشامبيونان سي لا بلو كاتاستروفيك و في افريقيا دومي فيناليست دو الشامبيونز ليغ رانا في لي بول ما عندناش بزاف اللاعبين بيسك كان 4 يروحوا للميليتير و3 سسبوندو ونروحوا للفاس ولا جات الى ما جاتش معليش وان فا بريباري لي زوتر ماتش وانا بريباري لو 5 جويي يعطيهم الصحة باسكو لو ستاد هذا الى يعني لو كان يزيدوا يديروا في ميجان ولا يلوحوا قرعة يسيسبونديونا عاد اخترنا 5 جويي وان شاء الله الجمهور تاع الجزائر وتاع تاعنا يجيو المقابلة ان شاء الله نديروا حاجة في افريقيا موسى هضر على 7 لاعبين فقط من الموسم هذا يعني بقاو في الفريق يعني شكون اللاعبين اللي انت دبتهم يعني في حدا بولمدايس عندي جوار بزاف ماذا بك تذكرهم هضر من موسى ولا ما هضرش؟ ما قالناش ليش كاين مطرف كاين بولمدايس كاين سامي نور الدين كاين كامارا كاين زياد كاين اوزيل كاين تاع بوفريك وحنفي يعني 8 اليوم 8 مازال واحد تحضيرات الفريق تاع الكاس كاف لا ما تقدرش دير تحضيرات يعني الكاس نلعبوا اليوم 16 في المغرب وحنا رانا 8 في السخانه 5 تاع العشيه نلعبوا يعني على الاقل لو كانوا يخموا شويه برك يديروا على 6 وعلاش على 5 وعلاش يبتلوا اللاعبين على 5 واحد اللي عمره ما لعب كرة القدم ما يلزمش يسير كرة القدم لازم اللي يسير اللي يلعب اللي ما لعبش ما يسيرش و لا ليغ ناسيونال لازم كل شيء يتبدل ان شاء الله الحمد لله الحمد لله يعني ما راحليش في لا كاليفيكاسيون واش داروا لنا العام هذا ما كانش اللي يديرها يعني المنكور 9 مقابلات في شهر واحد وكل مقابله
تلعب الخمسة واللاعب اللي يلعب ينقص يعني على أقل 4 كيلو ولا 3 كيلو كل 9 مقابلات 3 كيلو صافي كيما وصالح ولا كيما واعر ولا الصغار هذوك بالك ما كاش فيهم اكثر من يذوب إيه لازم 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 الكرات القدم تسير برجال اللي يلعبوا الكرات القدم ان شاء الله ميرسي شكاني اون جو لي بول سي كوم سا سي كوم سا مي اجوردي انا في المير ما جدرانيش كوره C'est pas un long match. On a circulé le ballon plus que tous les autres matchs. Peut-être qu'on a dépassé, on a voulu dire la GISC, on a dépassé Barcelone. C'est pas la même chose. Cette année, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non, je veux dire ça de là jusqu'à tout le monde. Et finalement, qui c'est qui est descendu? Un Neva. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont à 0-0. من صعبتوش حموتان سي برسك لا ميم فامي والحمد لله.